السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس هانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم الدجاج كنتاكي اللي كيجي مقرمش ولذيذ. خليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير. دانون مسوس، ثومه غبره، لما كانش ممكن تضيفوا جوج ثومات محكوكين، مايونيز، الملح، الهريسه، عندنا هنا الفخاد ديال الدجاج، معلقة صغيرة ديال الخرقوم عرق، معلقة ديال صغيرة ديال سكينجبير، الزعتر معلقة صغيرة حتى هو، معلقة صغيرة ديال الإبزار، وعندنا بيضة. دابا غندوزو للطريقة ديال التحضير. غناخدو دانون، ممكن تعوضوه بالحليب أو قشدة طارية ولا اللبن. غناخدو تومة، نضيفو قياس معلقة صغيرة، جوج معالق كبار ديال المايونيز، نضيفو معلقة جوج معالق كبار ديال المايونيز، الملح، رانا غاسل الدجاج بالملح ما غنقويش، غندير غير شوية وصافي باش ميجيناش مالح. غنضيف الهريسة حسب الذوق، الحنت كاين اللي ما كيبغيش الحار بزاف، وغنضيف هاد التوابل هادو، سكينجبير مع الخرقوم مع البزار. غناخد هاد الزعتر هذا غنحكو بيديا، غناخد هاد البيضة حتى هي غنديها، غنخلط هاد المكونات مزيان، ممكن تخلطو مزيان هاد المكونات حتى كيتجي نص الخليط. من بعد ما خلطت هاد المكونات غنضيف هاد الفخاد في هاد الخليط كيف ما كتشوفوا. ضروري كيبغي هاد كيبغيو يباتوا، ضروري يباتوا ليله كامله. دابا انا غنخليهم يباتوا ليله كامله، ندخل لهم هاد الشيء كامل اللي درت معاكم. دابا ندخلو في هاد الفخار بهاد الطريقه، وغنغطيه بالسلوفان مزيان باش ما يدخلوش داك الهواء ديال الثلاجه، وغنخليه حتى الصباح ان شاء الله. وخليكم معايا كيف ما كتشوفوا معايا، خليته ليله كامله كيترقد. من بعد ما خليته ليله كامله، دابا غنديرو في الكسكاس باش نبخرو، غنديروه نص ساعه. دابا غنديرو في البرمه، نرى الماء درتو يغلى رغلة، وغنغطي عليه وغنخليه نص ساعه. من بعد نص ساعه وغنخليكم مع الطريقه ديال التحضير، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا، خليت هنا الفخيدات ديال الدجاج يتبخروا، وجيت غنقدم لكم بطاطا فريت ديال المطاعم، طريقه جديده كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندنا البطاطا، وهنا عندي الماء مثلج بارد بزاف، الا كانوا عندكم مكعبات ديال الثلج ممكن تضيفوهم من الاحسن. وهنا عندي الخل، وهنا عندي مايزينا،
هنا عندي الملح، خليكم معايا. المهم غنقطع البطاطا وغنشوفها معايا. ملي غنقطعها غنوريكم الطريقه كيفاش غنديرها. كيف ما كتشوفوا معايا خليت الدجاج يطيب ساعه ديال الوقت. دابا غنحطو غنخليه يبرد. ضروري البنات باش يجيكم مزيان ما يجيكمش خضر، ضروري ديروه يتبخر. دابا غادي نخليه يبرد وغندوز نحضر معكم بطاطا. غنضيف جوج معالق ديال الملح في الماء متلج باش كتعطي هذيك البنه، وجوج معالق ديال الخل كبار. دابا غندوز نقطع البطاطا. كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تقطعوها طول بغيتو تقطعوها على هذا الشكل. تقطعوها مرقيقه مغليضه، نوريكم القياس. قطعوا على هذا الشكل. صافي، وديروها في هذا الماء هذا. تبقاو غادي نفس الطريقه حتى تكملوا البطاطا كامله ونخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت البطاطا في التقطاع وخليتها في هذاك الماء واحد شويه كتجي على هذا الشكل. دابا غنديرها تسقطر من هذا الماء، غير القياس اللي غنقلي غنخليه هنايا غنسقطرو. راه درت الزيت يسخن، ناقص دايره على عافيه مهيله. كيف ما كتشوفوا معايا غنديرها في هاد السربيته هادي وغنشفها مزيان بهاد الطريقه. غنبقى نشف بيها حتى كتنشف. ضروري ديروا هاد العمليه، نشفوها من الماء. وانتوما معايا كيف ما كتشوفوا معايا دابا راه نشفتها مزيان. غنوضعوها في شي اناء وغنضيف ليها النشا. كيف ما كتشوفوا دابا غنخلطها في هاد النشا مزيان، نشفوها من الماء ضروري. هاد النشا هو اللي كيعطي هذاك القرمشه وما كتشربش حتى الزيت. كنحركها مزيان حتى كيدخل ليها النشا. كيف ما كتشوفوا معايا دابا الزيت راه سخن، غنضيف ليه البطاطا. كتخليو العافيه مهيله ما تجاهدوهاش، كتبقاو غادي بنفس الطريقه حتى كتكملوا البطاطا. المهم انتوما معايا حتى نكمل البطاطا في القلي وغنوريكم كيفاش غندير الدجاج، كيفاش غنديروا ليه حتى نديروا في البيض والطحين وهانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هي البطاطا كتجي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتسمعوا كتجي مقرمشه، كتجي رائعه. كنتمنى تعجبكم. دابا غندوز نحضر معكم الدجاج. كيف ما كتشوفوا هو بعد عندي هنايا هاد لاصوص لي شاط على الدجاج. غادا نزيدو على هنا على جوج بيضات
وعندي هنايا كومبلكس اللي بغى يعاودو بلا شابلير ممكن يعاودو بلا شابلير. وهنا عندي الطحين دقيق، وهنا عندي الخرقوم شويه الملح شويه البزار شويه سكينجبير، غنخلطو مع هاد الدقيق هذا كيف ما كتشوفوا، غنخلطو مزيان. كنخلطو المكونات، وهنا كنخلط هاد البيض مع هاد الدان المسوس وهاد المقادير اللي خلطت معكم في الاول بهذه الطريقه. غنشعل البوطه وغنقص الزيت، اصلا راه عندي سخون لكن ما سخونش بزاف، ما تسخنوش بزاف. غناخذ الدجاج غنديرو في الطحين هو الاول على هذا الشكل، كنبقى غاده بنفس الطريقه وغنديرو هنا في هذا الخليط. غنسقطرو مزيان، عاد غنديرو في هاد لي كومبلكس. كنبقى غادا بنفس العملية، صافي. وغنديرو في الزيت وغنقص البوطة، غنعاود وحده قدامكم. غنديرو في الدقيق، غنعاود في هاد الخليط هذا، ممكن نديرو مزيان كنفندوه مزيان في هاد الخليط اللي درت معاكم. وغنعاود نديرو في هاد الكومبلكس، ممكن تعاودوه بلا شابليغ. خليكم معايا ونوريكم الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هو الدجاج وجد كيجي على هاد الطريقة، كيجي مقرمش ولذيذ وطيب من داخل. والبطاطا حتى هي كتجي على هاد الطريقه. كنتمنى هاد الاطباق ديال اليوم يعجبوكم، والا جربتوهم خليو ليا في لي كومونتير كيفاش جاوكم. كيف ما كتجيو تشوفوا كيجيو مقرمشين وطيب من داخل، كيجي على هاد الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. خليو ليا في لي كومونتير كيفاش جاوكم، وما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم على المتابعه. باي باي.